تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه يعتقد أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي ما يزال على قيد الحياة. وأضاف ماتيس أن ما يمكن أن يدفعه للاعتقاد عكس ذلك هو أن تؤكد واشنطن قتله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ما تزال تلاحق البغدادية. أعلنت الشرطة الدولية قائمة من 173 إرهابيا ينتمون إلى داعش يعتقد أنهم تلقوا تدريبات لتنفيذ هجمات في أوروبا انتقاما للهزائم التي تعرض لها التنظيم في الشرق الأوسط. وتعتقد دول أوروبية عدة أنه مع تراجع داعش في العراق وسوريا فإن مخاطر شن متطرفي تنظيم لهجمات في القارة تتزايد، لا سيما مع عودة بعض المتشددين الأوروبيين من مناطق الصراع إلى بلادهم. قال مصدران مطلعان إن إيران أحجمت يوم الجمعة للمرة الثانية منذ شهر يناير كانون الثاني الماضي عن رفع الشكاوى الرسمية بخرق الاتفاق النووي الذي أبرمته مع 6 قوى عالمية، على الرغم من تصريحاتها العلنية التي اتهمت فيها الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق. وفرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران يوم الثلاثاء الماضي بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، وقالت إن أنشطة إيران في الشرق الأوسط بددت أي إسهامات إيجابية للاتفاق النووي. أكدت الكويت أن ميليشيات حزب الله اللبناني تمثل تهديدا لأمن واستقرار البلاد، وأن علاقته بأفراد خلية العبد للإرهابية تعد تدخلا سافرا وخطيرا في الشأن الداخلي للكويت. وأوضحت الخارجية الكويتية في خطاب موجه إلى نظيرتها اللبنانية أن حكم محكمة التمييز الكويتية أثبت مشاركة حزب الله في التخابر ودعم أفراد خلية العبدلي بغرض القيام بأعمال إرهابية لهدم النظم الأساسية للكويت. أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قتل 30 فردا من التنظيمات الإرهابية في سلسلة ضربات جوية نفذها الجيش لليوم الرابع على التوالي. وأكد المتحدث إلقاء القبض على 5 من المتشددين وتدمير 12 عربة يستخدمها المتطرفون. كشفت دراسة طبية النقاب عن احتمال وجود صلة بين مستويات أوميغا 3 والأحماض الدهنية والاضطراب ثنائي القطب. وقد وجدت الدراسة أن المرضى الذين يعانون من الاضطرابات ثنائية القطب لديهم مستويات منخفضة من بعض الأحماض الدهنية والأوميغا 3 التي يمكن عبور حاجز الدم في المخ. نهاية الموجز، في أمان الله.